يعني ابتدى تجي على جمهور الإطار مجتمع ما عندكم يمكن 25% من جمهور ومقاعد التيار الصدري. وخير دليل على ذلك الانتخابات الأخيرة البرلمانية وحتى انتخابات مجالس المحافظات. يعني أسعد العيداني يجيب مقاعد أكثر من السيد المالكي، من كتلة السيد المالكي. يعني العملية لا تقاس بالأرقام، لا تقاس أستاذ محمد بالأرقام. أنت اليوم احكي لي ثقل اليوم إدارة الدولة والإطار كسلطة. اليوم التيار الصدري لا يمتلك فقط الجماهير. أنا أتحدث عن برنامج سياسي. هو ميلكم برنامج سياسي. علاقات التيار الصدري قبل ثقل السياسي يقاس بالسلطة أستاذ عبد الرحمن. ثقل السياسي يقاس بالقاعدة الجماهيرية. يعني الآن عندما يقول البعض أو يستبعد إجراء الانتخابات المبكرة، لكن الإجراء أو الانتخابات المبكرة الصدر قادر على تحقيقها بتظاهرة واحدة باكر يطلع يسد لكم الحكومة أو الدولة يشيلها بالكامل ويجبركم على إجراء انتخابات مبكرة. هذا الثقل السياسي. مو تقول لي الثقل السياسي. لا الثقل السياسي، الثقل السياسي استاذ محمد مفهومك مو صحيح. الثقل السياسي بالدستور العراقي بالإرادة الجماهيرية، لا قضية بأرقام. يعني كان في حكومة السيد المالكي وحكومة السيد علاوي، كان السيد علاوي ماخذ 91 مقعد، لكن من يحكم اياد علاوي؟ انقلبتوا عليه مثل ما قلبتوا على التيار. نتحدث بالحنكة السياسية. استراتيجيتنا مو قضية فقط جماهيرية. انت جاي تتحدث علي بالجمهور. التيار الصدري اذا عاد للعملية السياسية لابد ان يفتح الابواب لنا كما نفتح الابواب له. لا ما ممكن التيار الصدري وحده يقود البلاد. قادر على غلق الابواب بوجه التيار الصدري؟ انا اقول لك اكيد لا. لا لا انا ابوابي مفتوحة، واكثر من مرة في قناتك الكريمة وفي باقي القنوات تحدثت ايدينا مفتوحة للتيار الصدري، لكن ابواب التيار الصدري مغلوقة امام الكل ولا نعرف الاسباب. طبعا لا مو الكل، الاسباب لا جوهرية. لا مو الكل بس الاطار التنسيقي ظاهرية افضل. لا مو الكل بس الاطار التنسيقي، مو الكل. للتيار تواصل مع الكرد، للتيار تواصل مع السنة. هو انا اتحداك ومن خلال قناتك ان يضع اليوم في هذه اللحظة وفي هذا العام رجوع التيار الصدري مع الشركاء الغير إطار وإدارة الدولة. ما ممكن يعني اليوم يخلي إيده سماحة سيد مقتدى مع تقدم وجماعة الحلبوسي والسنة العرب. لا ما غير ممكن يخلي إيده مع الكرد اللي تركوه في نصف المرحلة. لا يمكن، لا يوجد اليوم باب غير باب إدارة الدولة والإطار الأقصى. وأخص الوضع مع الإطار التنسيقي اللي أقصى من العملية السياسية وراح احتل مقاعدة الإطار نصا لم يحترم حرمة الغياب السياسي لسماحة السيد مقتدى الصدر ولا لمقاعد التيار الصدري. كيفتوا أصلا؟ احنا اختلفنا ويا أستاذ محمد احنا اختلفنا فقط على رئاسة الوزراء، ما اختلفنا على غير موضوع. الاختلاف على رئاسة الوزراء، وهو التيار الصدري رشح السيد جعفر الصدر السفير في بريطانيا، لكن كان هناك أيضا اعتراض من جزء من الإطار، مو فقط اليوم دولة القانون وما شابه ذلك. أنا أتحدث لك اليوم عودة التيار الصدري لن تكتمل بالعملية السياسية إلا بالشراكة. لن يكون هنالك شريك راح يواجه صعوبة التيار الصدري. فقط الجماهير ما تحقق اليوم. طيب خليني أستاذ عبد الرحمن، خلينا ننقل وجهة نظرك للأستاذ عصام حسين.